فوز مهم ومهم داخل دياره ونقول له دون لي دولار، يعني فيكتوار دون لي دولار نظرا لمجريات المقابله. بعد ما كانت مقابله سهله بلينا خاصه الدقائق الاولى، بعد جينا الهدف الاول كنا سيطره كنا ترونكي، ولكن للاسف يعني اول هجمه تاع الفريق الخصم واول ركنيه تسجل يعني ضربه جزاء يعني الحكم يعني صحيحه ونسجل علينا الهدف. نقول بالله ما عندنا يعني في الشوط الاول تحصلنا ثاني احنا ضربه جزاء الحظ، شوف يعني كيف دي فوا بعض الاحيان كمش الحظ وين راطينا يعني لضربه جزاء. الشوط الثاني قول بلي كنا اكثر عزيمه واراده، استطعنا باش يعني نسجل الهدف الثاني، ولكن نفس يعني نفس المشكل نبقى دائما في مشكل يعني بعد تجينا الهدف الثاني ولينا لعبوا بطاقه الحمراء ولينا لعبوا 10 بلاعبين طيله يعني تقريبا 25 دقيقه، ضغط كبير علينا. الحمد لله يعني نقولوا الاولاد اليوم يعني كانوا متماسكين يعني في الدفاع، وبفضل المجهود بدني تاع جوج لاعبين ثلاث لاعبين اللي اخترنا المقابله يعني باش الهدف الثالث.